كي جاتني الطفلة الأولى كنت حامل بها أحبطت، قلت قوموا بيا كما العرايس، قوموا بيا نفسها فرحانة من العقيقة. جي ريان تروفي، جي ريان تروفي، ما لقيت حتى حاجة بعد ما رحتي لتما. لا سوفرانس، الراجل ما كانش يخدم، انا ما كنتش خدامه، نستناو شكون يقدر يعطيني لقمه باش نقدر نوكل اللي في كرشي. بعد بالعقل ربي ناب، بدا يخدم هو. بعد ما قدرناش نقعدوا مع لي بارون، طلعنا بنينه باليدين، هاد اليدين يوم القيامه وربي شهد، كنت انا نخلط السيمه ورمل ونبني. جدو حسن تشوفني انا هيك، انا ماسون، انا بلومبي، انا مربيه بيت، ندير كلش على جال باش نحفظ على عائلتها، ندير كلش على جال باش نحفظ على عائلتها، نحفظ على عائلتها، نحطرش عليها نحفظ عليها باش ما نتعبش تاني راجلي، باش نعيش برك في هذاك الجو العائلي اللي طلبته. طلبت حاجه كبيره يعني، انا جدو حسن اسكو طلبت انا من الدنيا هذه ولا من الناس حاجه كبيره؟ ما طلبت والو، واش طلبت؟ طلبت ندير دار وعائله، احطرش الشارع ما يرحمش، الشارع عمرو ما رحم. بنيت الحمد لله، بنيت الدار عاونت فيها ونصها بنيتها انا وربي شاهد عليا. جات الطفله الاولى ومن بعد تيك يا مات، زاد جا الطفل الثاني والثالث. اكيد كل مراحل فيها مشاكلها، وكنت هذيك الفتره كل عام نتحاوز كي نجي لقريه الاطفال اسواس، نجي نزور زعما خاوتي يعيط لي يقول لي انت مطلقه، هذي تلاق في فمه دائما. كي نعاود نطلع للجزائر باسكو نجيب الماكله من هنايا، الحق قريه الاطفال اسواس نشكرهم بزاف، كي كان اسواس مش درك الهلال الاحمر، لا لا، كي كانت قريه الاطفال اسواس كنت دائما يجيبوا لي ولادي هما كسوهم لي ملي كانوا بيبي حتى ولاو كبار 10 سنين وانا عندي الكابات تاعهم، الفريش، الماكله كنت نجيب من الجزائر باش نحبط السكيكدا. حتى البيوس يقول لي بلي يا مدام انت عندك حانوت ولا واش اللي عندك، نجيب دي كارطون باش نحبط له باش هو ما يتعبش ويقعد يشري ولا يروح يخدم ولا، نجيب كلش هنا كلش بزياده.